سمعتم يوما ما عن مسابقة في الخطابة. نحن دائما نسمع عن مسابقات عديدة كلها فنية، مسابقات حتى ربما في الغناء، في الطرب، في الشجن، وحتى مسابقات في كتابة الشعر وأداؤه، أو حتى في ترتيل القرآن وتجويده. مسابقة في الخطابة هي مسابقة نوعية أو فريدة من نوعها، استثنائية غير مستهلكة من قبل، يقوم بها مجلس اقرأ، هذا المجلس المتخصص في التعليم القرآني والمسجدي هنا بالجزائر. طبعا حتى تعرفوا على حيثية هذه المسابقة وكل ما يخص هذا النشاط من كبيرة وصغيرة، نسعد باستضافة الأستاذة والسيدة حنان طلاس، ممثلة أمين مجلس إقرأ للتعليم القرآني والمسجدي. صباح الخير أستاذة حنان. صباح الخير أخي، صباح الخير أختي سمية. صباح الأنوار أستاذة. وصباح سعيد لكل مشاهدينا الكرام، وشكرا على الاستضافة الطيبة. نعم، وانت اللي شرفتينا بحضورك. نعم أستاذة حنان، بداية تقريبا منذ الخامس جويليا يعني الفارط قمتم بانطلاق مسابقة خطيب المحروسة، نعم اللي هي خاصة بالأطفال الصغار. المسابقة لازالت متواصلة، ربما بداية لو تحدثينا على هدفكم من هذه المسابقة، ما هي هذه المسابقة؟ نعم، أولا البداية كانت في 5 جويلية، أردناها انطلاقا يعني افتتاحية تكون جميلة من خلال يعني عيد الاستقلال، احتفالية الستينية لعيد الاستقلال. وكان مقبل أختي سمية نظمنا عدة مسابقات وأطلقنا عدة مسابقات يعني في مجلس إقرأ للتعليم القرآني والمسجدي. هو أكيد أنه مجلس يعني يعنى بجميع الأمور التي تخص يعني سواء المجتمع أو تخص يعني كل يعني نقوم بندوات، نقوم يعني بأعمال يعني تخدم كتاب الله عز وجل، تخدم معلمات القرآن، تخدم جميع فئات المجتمع، حتى أنه يعني عندنا كذلك من الجانب الأسري كذلك أعضاء في اللجنة الذين يقومون كذلك يعني بالتوعية والتحسيس في كل ندوات نقوم بها، حتى أننا نقوم بندوات كذلك فكرية ونستضيف فيها يعني مؤرخين يعني تزامنا مع كل ذكرى. بالنسبة لمسابقة خطيب المحروسة هي كذلك امتداد لعدة مسابقات، كنا قد قمنا من قبل بمسابقة قارئ المحروسة ومسابقة مؤذن المحروسة. قارئ المحروسة كذلك كان عندها صدى كبير، كان عندها مشاركات كبيرة وكانت فريدة من نوعها، اكتشفنا يعني عدة قراء من خلال انه يعني مشاركات عديدة، اكتشفنا عدة اصوات، عدة يعني مرتلين، كان عندنا يعني كان الكثير اللي شاركوا كانوا كامل يعني مستبشرين، واكتشفناهم، اكتشفنا اصوات ما شاء الله وربما من مختلف ربوع الوطن. نعم، ثم بعد ذلك جاءت مسابقة مؤذن المحروسة. كما نعلم أنه الأذان أصبح فن وله مقامات ويعني أكيد. الكثير نعم، حتى أننا لما نسمعوا نكونوا يعني في العاصمة نسمعوا الأذان، نسمعوا الأذان العاصمي يعني ذلك الصوت الجميل اللي عنده وقع خاص عند كل الجزائريين. حتى يعني وجود المقام الأندلسي أو الجزائري الأصيل في ربما في تأدية الأذان. نعم، وحتى أنه الأصوات كانت صغيرة، يعني اكتشفنا بعض المواهب يعني صغار في السن، 12 سنة، 14 سنة، 16 سنة، أصواتهم ما شاء الله يعتلون يعني المئذنة وتسمعيهم يعني كيأذنوا يعني سبحان الله أصواتهم ما شاء الله. من خلال هذه كل هذه المسابقات أطلقنا هذه المسابقة، مسابقة خطيب المحروسة، كذلك لنكتشف المواهب في فن الخطابة، وخاصة أنه لما شفنا في المدارس نصيبوا يعني الكثير عندهم مواهب، مثلا لما تكون احتفالية تاع يوم العلم أو غير ذلك نكتشف الكثير من الأطفال وهم سباقين. نعم سباقين أكيد. وممكن السؤال هنا يطرح نفسه، لماذا خصصت بالذات للأطفال؟ نعم، احنا حبيناها للأطفال حتى نكتشف المواهب، لأنه من خلال يعني لما نذكر خطيب المحروسة نقول أنه من شروط يعني للمتسابق أنه يدخل في مسابقة خطيب المحروسة أنه يكون السن تاعه من 8 سنوات إلى 16 سنة.
سنه، لانه شفنا بلي من 8 سنوات الى 16 سنه راهي مواهب عجيبه، واكتشفناهم يعني شفناهم عده مرات سواء في التلفاز ولا لما مثلا نديروا احتفاليات او غير ذلك، نصيبوا اطفال صغار في السن وربما كما ذكرت 8 سنين 10 سنين 11 سنه عندهم يعني طلاقه لسان، عندهم فصاحه، عندهم فن الخطابه دون ان يشعرون. يعني حبينا نكتشفوهم من خلال هذه المسابقه، ومن بين الشروط يعني راح نذكر الشروط تاع المسابقه حتى يتسنى للجميع يعني اللي حبت تبعت ابنها يشارك. اولا لازم يكون مقيم بالجزائر العاصمه، انه اصلا احنا مجلس اقراء متواجد في الجزائر العاصمه، ربما حتى التسميه تسميه المحروسه الجزائر. نعم، العاصمه الجزائر. بالضبط نعم، حبيناها تكون المحروسه لانه اسم عنده علاقه بالجزائر، عنده علاقه نعم. بالوطن، عنده علاقه بحب الجزائر، فلما نقول المحروسه عنده وقع خاص في نفوس الجزائريين. فكل المسابقات التي سبقت قلنا مؤذن المحروسه، قارئ المحروسه، خطيب المحروسه، يعني ولا ندري بعدها ماذا سناتي بالجديد ان شاء الله. لكن كلمه المحروسه مذيع المحروسه. نعم نعم ان شاء الله. انه ممكن خصوا يعني مسابقه خاصه كذلك بالاناث حتى ما نحرموهمش، لانه اللي ما قبل شاركوا في قارئ المحروسه، وكاين كذلك اللي يعني وصلوا مراتب، ولكن حسب التصفيات يعني كاين اللي طلعوا ذكور، لكن ان شاء الله مستقبلا نزيدوا نخصوا للبنات. اذا من شروط المسابقه اولا ان يكون مقيم بالجزائر العاصمه. نعم. ثانيا المسابقه تتم عن طريق ارسال فيديو فيه الصوت والصوره وحسن الهيئه. بالنسبة لهذا الصغار يعني حسن الهيئة، وكذلك مرفقين أكيد بالاسم واللقب والعنوان كذلك. نعم. ثم بعد ذلك عندنا رقم خاص، هذا الرقم هو اللي يتم ارسال فيه سواء في الفايبر او الماسنجر او غير ذلك، المواقع الموجوده. نعم اسمحي لي فقط استاذه، لحين نلقاوه يظهر على اسفل الشاشه. نعم. طبعا للاطفال الاولياء كذلك اللي راهم يشاهدوا فينا باش اولادهم يقدروا يشاركوا طبعا في هذه المسابقه اللي هي متواصله الى غايه 15 اوت قلتي لي. نعم متواصله. نعم. الى غايه 15 اوت، وحنا حصلنا يعني مواضيع باش ما يخرجوناش كامل على الموضوع، سما اخترنا مواضيع مهمه يعني يقدروا يبدعوا فيها في فن الخطابه. اخترنا الموضوع الاول هو انه مثلا يدير خطبه على القران الكريم، ثم بعد ذلك على حب الوطن، ثم بعد ذلك على حب النبي عليه الصلاه والسلام. عليه افضل الصلاه. نعم عليه الصلاه والسلام. فحبينا انه تكون هذه المواضيع كذلك موضوع، دخلنا موضوع الاخلاق يعني بكل انواع، يعني باش نتيحوا الفرصه لكل واحد في يعني مواهب تاعه. نعم سيده حنان قلتي يعني انه لابد لاي مشارك يرسل فيديو قصير يظهر فيه ربما موهبته في الخطابه او عالم الخطابة، وأيضا يعني يكون مع مظهر لابق وجميل. نعم. من غير هذا ربما هذه الخطوة كيف ستتم المسابقة؟ نعم تتم المسابقة عن طريق إرسال هذه الفيديوهات، ثم بعد ذلك هناك لجنة، انه احنا دائما نديروا لجنه تحكيم. نعم. فيها اعضاء يعني متمكنين في هذا المجال، في هذا الميدان، في فن الخطابه، لانه ما يخفاش علينا انه المسابقات التي يعني من قبل مثل خطيب المحروسه، مؤذن المحروسه، مثلا في مؤذن المحروسه جبنا لجنه تحكيم خاصه بالمقامات، فن المقامات الصوتيات. نعم يعني. الصوتيات. نعم. نعم كذلك قارئ المحروسه اكيد جبنا لجنه تحكيم خاصه بالاحكام، لانه لما يكونوا مختصين يعني ما راحش كما نقولوا راح نعرفوا كيفاش نسيروا هذه المسابقه، ونعطوا كل واحد حقه، يعني على الاقل لما يكون واحد عنده موهبه ومتفوق ويكون متميز اكيد لجنه التحكيم راح تعطيه حقه. فهنايا كذلك في هذه المسابقه يتم ارسال الفيديوهات، ثم بعد ذلك يكون هناك فرز من طرف لجنه التحكيم، وكما ذكرتي اختي سميه انه اخر اجل هو 15 اوت، ربما اذا استقبلنا بعدها يعني 16 17 ممكن يعني ما نرفضوش الفيديوهات. نعم. اكيد راح نستقبلوها. حالات خاصه يعني حالات استثنائيه ممكن، لانه صرات لنا ما قبل في المسابقات كانوا متاخرين بصح قبلناهم يعني ما شاء الله. نعم ان شاء الله الى غايه اعلان النتيجه اللي قلتي لي راح تكون تقريبا في نعم راح تكون ان شاء الله النهائي يكون نهار 15 سبتمبر يعني مع بدايه الموسم الدراسي الجديد. نعم مع بدايه الموسم وان شاء الله الفائز راح يكون حاضر معنا مع بدايه إن شاء الله. الموسم الجديد ان شاء الله. نعم اكيد. واحنا حبينا يعني يكون النهائي كذلك في يوم الامام، لانه كما تعلمون العام الماضي يعني تم ادراج يعني يوم خاص بالامام، حبينا تكون يعني هذه الاحتفاليه بما
أنه فن الخطابة ودعوة الأئمة، حبينا تكون بهذه المناسبة الأولى فيها يعني حفل نهائي لهؤلاء المتميزين أكيد. نعم إن شاء الله. فقط أستاذة حنان قلتي أنه قبل هذا المسابقة خطيب المحروسة سبق ونظمتم العديد من المسابقات، فحبذا لو تعطينا نبدأ عليها كيفاش كانت حتى الأطفال اللي يتبعوا فينا الأولياء يعرفوا ياخذوا نبدأ عن كيفية إدراج هذه المسابقات. نعم أكيد أنه مقبل مثلا نعطيك مثال على أول مسابقة اللي هي قارئ المحروسة، إحنا حددنا كذلك يعني فتحناها مفتوحة كانت لجميع الفئات، وكنت ذكرت أنه حتى النساء شاركوا في مسابقة قارئ المحروسة. يعني درنا يعني لجنة تحكيم فيها تنقيط يعني الترتيل والتجويد وكذلك الحفظ، لأنه فتحنا كذلك المجال بالنسبة للحافظين، وكان حتى يعني أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات 7 سنوات حتى يعني إلى مثلا اللي شاركوا معنا 40 سنة وشاركوا ما شاء الله معنا. نعم إيه وشاركوا معنا، كان يعني عدد كبير، عدد المشاركين كبير، كان حوالي 300 أو 400، وكذلك بالنسبة يعني بعد التصفيات لأنه كانت هنالك تصفيات أولية أكيد أنه اخترنا مجموعة، ثم بعد ذلك كانت هناك تصفيات نهائية من طرف لجنة التحكيم. نعم والحمد لله يعني اكتشفنا عدة ما شاء الله يعني عدة أصوات روعة، سواء من الجانب النسوي أو من الجانب يعني تاع الذكور، لأنه دائما ربما نقولوا بلي الذكور دائما في التجويد والترتيل، ولكن في النساء ما شاء الله دائما الذكور ربما سباقين في عالم التجويد. نعم والترتيل، ربما لأن الفرص دائما متاحة لهم أكبر من الإناث. نعم بعد ذلك المسابقات كانت تتم يعني علنا، كنا نحضروا يعني نديروا مثلا نعطيك مثال قارئ المحروسة، نظمنا يعني في كل مقاطعة استقبلنا عدد من المتسابقين، مثلا مقاطعة الدار البيضاء مثلا خصصنا مسجد، يجوا مثلا المتسابقين القاطنين يعني من جهة الدار البيضاء حتى نسهل عليهم عملية يعني ما يتنقلوش المكان بعيد. درنا 4 مراكز، في كل مركز يعني يجينا المتسابقين، عندنا الدار البيضاء، عندنا زيرالدا، عندنا مقاطعة يعني في شوفالي مسجد الأرقم، المساجد يعني هذه المساجد الأربعة كانت تستقطب المسابقين. وتصور أنه في كل مسجد كانت هناك لجنة هي اللي تستقبل هؤلاء المتسابقين. يعني اللجنة ليست لجنة واحدة مشتركة، بل كانت تختلف من جهة تختلف إلى ثانية. نعم تختلف، وكان كل مثلا إمام أو يعني يكون متمكن في الأحكام ولا يروح المقاطعة التي يعني تكون قريبة له، ويجوا يعني المتسابقين حتى يعني سهلنا عليهم عملية التنقل وكذلك عملية المشاركة، والحمد لله كانت يعني نسبة المشاركة ما شاء الله روعة، واستفادوا وتعلموا والحمد لله، وكانت جوائز قيمة كذلك. نعم الحمد لله. نعم سمية سيدة حنان، أكيد يعني بعد كل هذه المسابقات تقدمون ما يسمى بالمتابعة يعني فكيف تتم متابعة أو يعني المرافقة حتى. نعم كما قالت سمية للمشاركين اللي شاركوا ربما في هذه المسابقات وحتى اللي ربما فازوا بالمراتب الأولى. نعم مثلا الذين فازوا بالمراتب الأولى أكيد أننا الهدية بينا يعني خذوا الجوائز تاعهم، ولكن أجمل هدية حبينا نستمروا معهم هي التكوين. مثلا في مؤذن المحروسة لما احتكوا بالمشايخ اللي كانوا في لجنة التحكيم يعني صحوا بعض الأخطاء اللي كانوا يوقعوا فيها، عرفوا فن مقام يعني تاع الآذان. كذلك كانت لهم المفاجأة أنه مثلا لدى المرتبة الأولى في مؤذن المحروسة الهدية تاعه أنه الآذان تاعه كان يبث دائما في إذاعة البهجة. جميل جدا. نعم هذه كانت مفاجأة، يعني حبينا نديروا حاجة مميزة عندها وقع خاص أنه الأذان تاعو كان يمر في إذاعة يعني البهجة. تم تسجيله. نعم وبقاو يتواصلوا معنا، ملفاتهم عندنا، أرقامهم عندنا، وكما أختي سمية حبيت نقول برك أنه المقر تاعنا لمن لا يعرف مقر مجلس إقراء للتعليم القرآني والمسجدي هو تحت إشراف مديرية الشؤون الدينية والأوقاف، المقر تاعنا في شوفالي لأنه بجانب المجلس العلمي.
يعني يفتح ابوابه للجميع، يعني اللي يحب يجي يعني يسال، اللي يحب يجي يستفسر على حفظ القران، اللي يحب يجي يعني يشارك في المسابقات، اللي يحب مثلا يعرف كذلك البرنامج تاعنا المسطر. عندنا صفحه في مواقع التواصل الاجتماعي اسمها مجلس إقراء للتعليم المسجدي والقرآني لولاية العاصمة. نعم. أستاذة فقط طبعا نشكركم أولا على تنظيم مثل هذه المسابقات. فقط نلقاو أحيانا أنه أطفال حتى الأولياء تاعهم يحبوا أولادهم باش يشاركوا في مثل هذه المسابقات، ولكن ما يعرفوش يعني يقول لك وين نروح، يعني ربما نقص التوجيه الإرشاد. فأنتم يعني كمجلس كيفاش راكم تقوموا بعملية يعني الإرشاد التوجيه حتى التسويق؟ نعم حتى التسويق. نعم أكيد، لأنه من خلال برنامج المسطل لمجلس إقراء هي مرافقة واستثمار هذه الفئة تاع الأطفال، أنه هم مشروع استثمار لنا خاصة في التربية والأخلاق ولما نستقطبوهم. فلما نديروا ندوات أو نديروا مثلا ندوات أو مثلا أيام علمية يجوا مثلا، راح نديروا دائما دعوة في صفحات التواصل الاجتماعي نصيبوا يعني الأمهات يجيبوا أولادهم. وكذلك كنا درنا يعني عدة مرات أننا قلنا باللي المقر تاعنا في شوفالي ورانا نستقبله، يعني الكثير من الامهات تجي تسائل مثلا تقول لي انا ابني حتى عندنا اننا من خلال برنامج المسطر دايرين يعني اساتذه مختصين في الاستشارات. نعم الاستشارات الاسريه، وكنا نظمنا مقبل ندوه كذلك تضم مجموعه من الاساتذه الكيف يعني الاكفاء في الاستشارات الاسريه، واستقطبنا العديد من الامهات يعني تسالوا على ابنائهم. فمرافقه هؤلاء الابناء يعني من خلال المسابقات رانا اكتشفنا عدة يعني أطفال ما شاء الله متميزين. نعم. بقينا نتواصلوا معهم سواء من خلال الهاتف أو من خلال الحضور لكل نشاطاتنا، يعني بقى التواصل دائما مرافقتهم من جميع النواحي. وكنا درنا كذلك يعني أيام تحسيسية خلال يعني الامتحانات النهائية التي مرت من خلال يعني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط. طبعا. وبالمناسبة أكيد نقول ألف مبروك لكل الناجحين في كلتا الشهادتين طبعا، واللي ما حلفوش الحظ طبعا نقول له أنه ماشي نهاية العالم، يعني أكيد هو مجرد امتحان يعني السنة المقبلة إن شاء الله. أكيد. نحيي ابني هو نجح شهادة تعليم متوسط. ألف مبروك. ألف مبروك. نعم ألف مبروك لابن السيدة حنان طلاس، عقبال إن شاء الله الماستر والدكتورة، وعقبال إن شاء الله يا رب إطار من إطارات الجزائر اللي نرفع راية العالم ونحاول أنه ربما نقدم أو نتقدم بالجزائر إلى الأمام. نعم سيدة حنان، للتو كنت ذكرتي أنه أنتم تقدمون دورات ندوات أيام مفتوحة أيضا، لو تحدثينا قليلا عن هذا الجانب. نعم مثلا نعطيك مثال، مثلا في فترة الحج والعمرة، مثلا الفترة تاع الحج كنا قدمنا أيام تحسيسية للحجاج، درنا يعني في يعني كان هناك في بئر مراد رايس في دار القرآن، نحيي بالمناسبة المدير الشيخ مراد خيشان اللي فتح لنا أبوابه دائما يعني في دار القرآن أحمد سحنون، نقيم هناك محاضرات وندوات خاصة. مثلا الأيام التحسيسية للحج بالنسبة لي راهم يعني كانوا مسافرين ورايحين لبيت الله، درنا لهم دورات تحسيسية خاصة لأول مرة، كاين بزاف الحجاج في الإرشاد يعني. نعم في الإرشاد. وحتى انه كان يعني جانب تطبيقي وجانب نظري، لانه جبنا مجسم تاع الكعبه ورينا لهم كيف تكون يعني الشعائر، كيف يقوموا بالاركان، حتى يتسنى لهم انه يعرفوا هذا الركن الهام الذي من استطاع اليه سبيلا. طبعا اكيد. نعم. نعم فوجدنا يعني اقبال وفرحه من طرف يعني خاصه الكبار في السن اللي ما يعرفوش كيفاش يؤديوا هذه الفريضه. أكيد. نعم ولقينا استبشار كبير، وكان هنالك يعني أساتذة كفء متعودين أنهم يعني يقوموا بهذه الأيام التحسيسية، والحمد لله كان عندها صدى كبير وكان عندها فرحة كبيرة من طرف يعني الحجاج الذين كانوا مقبلين يعني على البقاع المقدسة، الذهاب إلى البقاع المقدسة. وكذلك كانت عندنا يعني عدة نشاطات خاصة يعني النشاطات المناسباتية.
مثلا يوم العلم، كنا درنا ندوات فكرية هدرنا فيها يعني على يوم العلم، هدرنا فيه على الكثير من الأمور التي تهم هذا اليوم. يعني كل ما تكون مناسبة مجلس إقرأ للتعليم القرآني والمجلي يكون حاضر ويخدم الفرصة. نعم ما يفوتش الفرصة ويخدم كل هذه المواضيع التي تعود بالنفع يعني للجميع، لكل نعم. فئات المجتمع. نعم. يعني أستاذة حنان، نشوف أنه نشاطاتكم نشاطات مجلس إقرأ لا تقتصر فقط على الأطفال وإنما حتى على الكبار. نعم حتى على الكبار، وكنا حتى في جائحة كورونا كنا درنا يعني حملات وإعانات بالتنسيق مع، بالمناسبة نذكر أنه إحنا في مدير الشؤون الدينية والأوقاف، كذلك هناك مجلس مثل مجلسنا اللي هو مجلس سبل الخيرات، هذا المجلس الذي كذلك يهتم بالأمور التي تعين المجتمع وتخدم المجتمع. كنا قمنا بحملات تحسيسية يعني بالتنسيق مع مديرية الصحة، كذلك في جائحة كورونا حملات تحسيسية، كنا درنا حملات للتلقيح كذلك لما كانت يعني جائحة كورونا. مثل ما ذكرت أنه كي تكون هكذا مناسبات مجلس إقرأ يكون حاضر ويقدم خدماته يعني سباق. بكل سباق وبكل فرح وسرور يعني. وكاين يعني لجنة إعلامية خاصة هي اللي تحضر لكل نشاط، اللجنة الإعلامية هذه أنا ما كنتش درت تعريف، لأنه مجلس إقرأ للتعليم القرآني والمسجدي يرأسه السيد محمد عبد النور بهياني أمين مجلس إقرأ للتعليم القرآني والمسجدي، وكذلك هناك أعضاء في المجلس اليوم راكي ممثلة عنه ربي يحفظك. وكاين اللجنة الإعلامية اللي فيها الشيخ نحييه بالمنحييهم بالمناسبة، الشيخ عيسى بوخدوني أبو جميل، والشيخ كذلك حسام بودراع، والكاتبة المجلس، وأعضاء من بعيد أو من قريب دائما حاضرين معنا مساندين لنا، وحتى أنه الإعلام حاضر معنا يعني في كل. شكرا لا هذا واجبنا طبعا الإعلام سباق أنه ربما يقدم الكثير لمثل هذه الأنشطة ويكون ربما الأول في تغطية مثل هذه الأنشطة والحديث عنها. سيدة حنان، أكيد يعني كل نشاطاتكم يعني نقدر نقول حاليا مثل هذه المسابقات كلها في الجزائر العاصمة، فهل تنوون أنكم تخرجوا ربما من جدران الجزائر العاصمة إلى مختلف ولايات الوطن والوصول ربما إلى أبعد النقاط مناطق الظل؟ أكيد أكيد، إحنا من بين البرنامج المسطر أننا نوسع يعني نشاطات المجلس، وتلقينا الكثير والكثير يعني من يعني كاين أناس من خارج الولايات استحبوا يعني البرنامج تاعنا والمسابقات تاعنا، ودائما لما نديروا مسابقه كنا حبذا لو تكون يعني في ولايه فلان او يعني في الولايه الفلانيه باش نشارك يعني خارج العاصمه. نعم عندنا مشروع باذن الله في سبتمبر ان شاء الله سنعلن عليه ان تكون خارج ولايه العاصمه ان شاء الله، حتى يعني تعم الفائده باقي الولايات اللي راهم حابين يعني ينشطوا معنا في مجلس اقرا ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا ربما نحكي على هذا الموسم، موسم الاستياف، ربما أستاذة حنان هل فيه نشاطات أخرى من غير مسابقة خطيب المحروسة؟ نعم أكيد، خاصة تزامنا مع العطلة الصيفية. نعم والأطفال وغير ذلك، المدارس القرآنية أكيد فتحت أبوابها لجميع الأطفال خاصة في العطلة الصيفية لحفظ القرآن الكريم. مجلس إقرأ كان أطلق يعني دورات وتدريبية لفائدة معلمات القرآن، لأنه أكيد معلمات القرآن هي اللي راهي تستقطب الأطفال لحفظ القرآن الكريم. يعني هناك مرشدات، هناك أساتذة للتعليم القرآني. فإحنا درنا دورات يعني في أربع مقاطعات عفوا. المقاطعة الأولى كانت مقاطعة زيرة بير مراد رايس، مقاطعة ثانية مقاطعة برقي، وكذلك مقاطعة الدار البيضاء ومقاطعة زيرالدا. كان فيها حضور، كنا خدينا أساتذة، كل أستاذ يعني يهدر في مجاله، مجال يخدم معلمة القرآن. يعني تتعلم معلمة القرآن من خلاله أولا أخلاق معلمة القرآن، لأنه أكيد هي راهي حافظة كتاب الله، بصح كيفاش راح توصل أكيد كلام الله، كيف راح تستقطب يعني هذاك الطفل. نعم الجانب السلوكي والأخلاق لازم هي تكون قدوة، لازم هي تكون مرآة لذلك الطفل حتى يتعلق بها وأكيد يحفظ القرآن الكريم. كذلك طرقنا إلى طرق ووسائل تحفيظ القرآن الكريم في العطلة الصيفية. خاصة في العطلة الصيفية كاين بزاف يعني الأولياء يبعثوا أولادهم يعني المدارس القرآنية باش يحفظوا القرآن، فأعطينا طرق ووسائل تعاون هذه المعلمة وكذلك تحفز هذوك الأطفال باش يحفظوا القرآن الكريم. وفي آخر كل يعني
دورة قمنا بها، قدمنا شهادة فيها ختم للمجلس خاصة بمعلمة القرآن التي حضرت تلك الدورة، يعني كتكريم. نعم كتكريم، كتكريم لها، وكذلك حتى تحتفظ بها وتحتفظ بكل النقاط اللي طرقنا لها من خلال تلك الدورة. والحمد لله كانت يعني درنا في 4 مقاطعات ولقت نجاح كبير جدا. أنت لما تقصدي هنا المقاطعات، يعني المقاطعة وضواحيها؟ نعم وضواحيها، لأنه في كل مقاطعة كاين عدة مساجد. نعم فهمت؟ نعم في كل مقاطعة كاين عدة مساجد، وكل مسجد فيها عدد يعني من معتبر من المعلمات. نعم نعم, نعم. فنقدر نقولوا باللي يعني لمسنا جميع تقريبا جميع المساجد التي فيها المعلمات، وحتى المعلمات يعني استبشروا كثيرا بهذه الفكرة، لأنه كانوا يطرحوا عدة تساؤلات ما يوجدوا لهاش جواب. فلما درنا هذه الدورات توعاوا، وكان عندهم يعني خداوا خبرة من خلال كل أسئلة، لأنه فتحنا لهم مجال للأسئلة في آخر كل دورة، والحمد لله يعني كان فيها نجاح. لله. الحمد لله. الحمد لله. أكيد في الأخير فقط أستاذة حنان نذكروا المشاهد اللي راه يتبع فينا أكيد بالتحاقه. نعم. لمن يعني اللي مازال ما التحقش بالمسابقة يعني أكيد دائما نلقاو رقم على اسفل الشاشه باش يقدروا ربما يتواصلوا معكم باش يبعثوا الفيديو. نعم طبعا أكيد. ليكم. نعم تفضلي. نقول باللي نعم مسابقه خطيب المحروسه هي مسابقه خاصه بالصغار. اول الشروط هي ان يكون مقيم بالجزائر العاصمه، ثم بعد ذلك ارسال فيديو فيه الصوت والصوره وحسن الهيئه كذلك، كذلك مرفق اكيد بالاسم واللقب والعنوان. نعم. وكذلك يعني كل هذه المعلومات ترسل من خلال الرقم. وقبل ما ننسى أن المواضيع التي يجب أن يعني يشارك بها ذلك الطفل تكون مواضيع خاصة بالقرآن الكريم، أو مواضيع في حب النبي عليه الصلاة والسلام، أو مواضيع في أخلاق متنوعة، أو مواضيع أكيد أكيد في حب الوطن. إلى غاية 15 من شهر أوت القادم. إذن أستاذة حنان طلاس ممثلة أمين مجلس إقرأ لتعليم القرآن والمسجد، نشكرك على حضورك معنا. وأنتم كذلك شكرا على الاستضافة، وإن شاء الله نلتقي مع الفائزين إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا رب.